مرحبا بكم في شبكة أدميتات، شبكة تسويق بالعمولة. معكم روان الريحاني، المدير الإقليمي للمملكة العربية السعودية ضمن الفريق العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سنقوم بالتعرف اليوم على خطوات التسجيل وإنشاء حساب كناشر في شبكة أدميتات. سنعمل على ملء بيانات التسجيل وإنشاء الحساب مباشرة معكم خطوة بخطوة. قد تبدو عملية التسجيل معقدة وبحاجة إلى إدخال العديد من البيانات، ولكن على العكس العملية بسيطة وسهلة ولا تستغرق وقتا طويلا. لذلك دعونا نبدأ الآن. كل ما عليك فعله هو الضغط على كلمة A Publisher في الزاوية العليا اليمنى كما هو ظاهر على الشاشة، نظرا لكل كناشر يرغب بالترويج لمنتجات المعلن لقاء الحصول على عمولة. هناك طريقتان للتسجيل. الطريقة الأولى هي من خلال تعبئة نموذج التسجيل. حسنا، نبدأ بملء البيانات الشخصية: الاسم، اللقب، والبريد الإلكتروني الخاص بحضرتك والذي تقوم من خلاله من استقبال بريد إلكتروني من أجل تأكيد عملية التسجيل. وبعد النقر على هذا الرابط سوف تتمكن من بدء العمل مع أدميتات. وأيضا عبر هذا البريد الإلكتروني سوف تتلقى آخر الأحداث والأخبار والبرامج الجديدة التي قد انضمت إلى أدميتات، وأيضا التغيرات في معدل العمولة وما إلى ذلك. والآن عليك اختيار اسم مستخدم لحسابك في أدميتات والذي ستستخدمه كل مرة للدخول إلى حسابك، وليكن على سبيل المثال كالتالي، ومن ثم اختيار كلمة مرور مناسبة لحسابك. يفضل أن تكون قوية، يصعب اختراقها وليست قصيرة. النقطة التالية مهمة، نوصي بشدة الاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالناشرين كونك ستقوم بالعمل مع أدميتات وفقا لهذه الشروط. وبعد الموافقة على الشروط وسياسة الخصوصية وأيضا الموافقة على استقبال بريد إلكتروني من أدميتات يتضمن آخر الأخبار والأحداث، نضغط على زر الأخضر Sign Up. والآن أصبح لديك حساب في شبكة أدميتات. الخطوة التالية هي إضافة مساحة إعلانية أي قناة تسويقية والتي تقوم من خلالها بالترويج للمنتجات المعلن والتي تمكن المستخدمين من رؤية الإعلان والتالي النقر عليه، والذي يقوم بدوره بإرسال المستخدم إلى موقع المعلن من أجل إتمام عملية الشراء مثل موقع كوبونات أو مدونة أو صفحة على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر وغيرها. وتذكر أنه يمكنك دائما إضافة مساحات إعلانية جديدة إذا قمت بتغيير نشاطك أو أردت توسيعه. لنقوم بإضافة مساحة إعلانية الآن. نقوم باختيار خيار Social Network في حال لديك مجموعة أو صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويب سايت لأصحاب المدونة أو المنتديات، Traffic Purchase أي الإعلانات المدفوعة، Programs and Application لتطبيقات الجوال، Web Service لمواقع الكاش باك الكوبونات ومقارنة الأسعار، Messenger في حال أردت الترويج لمنتجات المعلن عبر التليجرام Messenger أو الواتساب وغيره. حسناً، دعونا نفترض أنه لديك صفحة في وسيلة تمام من وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك سوف تقوم بنشر منشورات مع روابط الأفيليات، وبالتالي يجب عليك الضغط على Social Network ومن ثم الضغط على زر الأخضر Next، ثم نقوم باختيار الشبكة المناسبة اللي نفترض أنها فيسبوك، ومن ثم الضغط مرة أخرى على زر الأخضر Next، ومن ثم إضافة اسم الصفحة ومن ثم رابط التابع للمجموعة أو الصفحة. وفي حال لديك عدة مجموعات يمكنك إضافتها سهولة من خلال النقر على Add Another. من نفس الطريقة نقوم بإضافة اسم الصفحة والرابط التابع للمجموعة أو الصفحة. وفي حال لديك عدة مساحات إعلانية مختلفة يمكنك إضافتها سويا. كل ما عليك فعله هو الضغط على الخيارات المناسبة وبالتالي تعبئة بيانات المساحة بنفس الطريقة التي تم شرحها سابقا. وبعد الانتهاء من الإضافة نقوم بالضغط على زر الأخضر Ready، وهكذا نكون قد أكملنا عملية التسجيل بنجاح. الطريقة الثانية للتسجيل هي من خلال حساب على الفيسبوك الخاص بك أو عبر جوجل أي بريد إلكتروني أو عبر حسابك على لينكد إن. بعد أن تقوم باختيار الأيقونة في مثالنا هنا سوف نقوم بإنشاء حساب عبر جوجل. تظهر لك صفحة يطلب فيها اختيار وتأكيد حساب جوجل أي البريد الإلكتروني. وبعد القيام باختيار وتأكيد البريد الإلكتروني عبر حساب جوجل يتم إضافة المعلومات العامة فقط تلقائيا، وبعد ذلك كل ما عليك فعله هو الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالناشرين وكذلك سياسة الخصوصية، وأيضا الموافقة على استلام عبر هذا البريد الإلكتروني آخر الأحداث والأخبار والبرامج الجديدة التي قد انضمت إلى شبكة أدميتات والتغيرات في معدل العمولة وما إلى ذلك. ومن ثم نقوم بالضغط على الزر الأخضر Sign Up، ومن ثم بعد ذلك نقوم بإضافة مساحة إعلانية أي قناة تسويقية بنفس الطريقة التي قمنا إضافتها سابقا. هذا كل شيء لليوم، نتمنى لكم يوما سعيدا، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا حتى لا تفوتوا عليكم فرصة متابعة الفيديوهات التعليمية القادمة، وكمان لايك وشير. شكرا لكم وإلى اللقاء.